سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروه خليتونا غير في التربه دا. السلام عليكم ورحمة الله. أزفلا ما يحصل داخل صفوف الأمن المخابرات لم يشهد له التاريخ مثل ما راه يحصل اليوم، خلافات، تصفيات حسابات بين ضباط، بين مسؤولين، يعني الشيء اللي نقدر نقولوه انه منذ ان تم وضع اجهزه استخباراتيه تحت وصايه قياده اركان الجيش بطريقه غير قانونيه، لانه الى حد الان المراسيم الرسميه تجعل من اجهزه الامن اجهزه المخابرات تابعه لرئاسه الجمهوريه، ولكن اليوم ما راهيش تبع رئاسة الجمهورية. شفنا كيفاش شنقريحة هو اللي ينصب مسؤولين تاع الأجهزة الأمنية وهو اللي يتصرف فيهم، وهذه أجهزة ما عندها حتى علاقة بقيادة الأركان. قيادة الأركان مهمتها أنها تستكلف بالوحدات العسكرية، الوحدات القتالية، أما الأجهزة الأمنية خطيتها كانت تابعة في وقت من الأوقات إلى رئاسة الجمهورية بطريقة غير مباشرة، كانت مديرية مستقلة عن وزارة الدفاع بالرغم أنها تابعة إلى وزارة الدفاع. هذا في عهد قاسم رباح من 65 حتى 78 كانت مديرية الأمن العسكري تابعة إلى رئاسة الجمهورية، ثم تحولت إلى مديرية مركزية للأمن العسكري وصبحت تابعة لوزارة الدفاع الوطنية. هذا ب يعني إعاز من الكولونيل قاسم رباح الله يرحمه، لما أصبح تعين أمين عام لوزارة الدفاع في سنة 79، وهذا كان قادر يبقى هو يراقب هذا الجهاز. ولما خلفوا جنرال كحل عياط على رأس مديرية الأمن العسكري بقى تابع لوزارة الدفاع كمديرية مركزية. وفي سنة 87 تمت إعادة هيكلة الجهاز، فصلوا مديرية أمن الجيش عن الجهاز الأمني اللي كانت نيابة مديرية تابعة إلى مديرية الأمن العسكري، ولات مديرية مركزية تابعة إلى وزارة الدفاع وليس إلى قيادة الأركان. والأمن الداخلي والأمن الخارجي جمعوا في ما سمي ذاك الوقت بالدي جي بي اس، المندوبية العامة للوقاية والأمن، وكانت تابعة إلى رئاسة الجمهورية. ثم المندوبية العامة للوقاية والأمن ولات اسمها دي جي دي اس، مندوبية عامة للتوثيق والأمن، وبقات تابعة للرئاسة. بعد ما استقال جنرال محمد بتشين على رأس هذه المؤسسة، تم تعيين الكولونيل توفيق، كان ذاك الوقت كولونيل، تم تعيينه في نهاية سنة 90، أكتوبر سنة 90، على رأس دي جي دي اس، وتم تحويل دي جي دي اس إلى دائرة الاستعلامات والأمن، وبقات تابعة لوزارة الدفاع ولكن مستقلة، وكانت ماسكة مديرية الأمن الداخلي، مديرية الأمن الخارجي، ومديرية أمن الجيش، وهي كانت دائرة الأمن الاستعلامات والأمن ديبارتمون دو رونسينيومون اي دو لا سيكوريتي دي ار اس. وبقات هذه مدة 25 سنة لما كان على رأسها توفيق، إلى أن غادر توفيق وتم تعيين جنرال بشير طرطاق بعد ما خرج سيفيل، خرج التقاعد وعاود رجع كمدني سيفيل.
وكمنسق لأنه تم إلحاق الجهاز رسميا برئاسة الجمهورية ولا تابع إلى رئاسة الجمهورية. وبقى على هذا الوضع. اليوم ما سمي بعد حل دراس يعني دائرة الاستعلامات والأمن تم حلها وداروا في بلاصتها تنسيقية للأمن وحولوا ذاك الوقت سعيد بوتفليقة حول مديرية أمن الجيش دارها تحت وصاية القايد صالح والقايد صالح كان نائب وزير الدفاع والحق بقيادة الأركان وممكن أنك تجعل من أمن الجيش تابع لقيادة الأركان لأنه العمل اللي يقوم به أمن الجيش هو يصب إلى قيادة الأركان ماش هذه العمليات الاستخباراتية يقوموا بها العمليات الاستخباراتية اللي يقوم بها مديرية أمن الجيش يعني صالح قيادة الأركان للوحدات القتالية للوحدات العملياتية للسيكتير أوبيراسيونال. أما الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة اللي تابع الأمن الداخلي والأمن الخارجي اللي ثاني العمل تاعو مكافحة الجوسسة خارجيا هادو ما يقدروش يكونوا تابعين لقيادة الأركان لأنه العمل تاعهم موجه أولا إلى وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة وزارة الخارجية بالنسبة للأمن الخارجي ما عندهم حتى علاقة العمل تاعهم ما عنده حتى علاقة بقيادة الأركان واليوم شوفوا تابعين قيادة الأركان وبدأ فيها تضارب مصالح وبدأت فيها هذا تبع لهذا وهذا في حساب مع هذا ومن ضمن تصفية الحسابات نذكر انه الكوموندون طارق عميرات اللي كان منسق مسؤول الامن على مستوى سفارة الجزائر بباريس لما دخلوه في افريل ماي 2019 كي دخلوه داروه في الحبس وعلاش داروه في الحبس لانه السيد يقولوا له ما خبرتش قيادة الاركان بالمهام اللي كنت تقوم بها ما هوش دور وخلاص وما هوش واجب وما هوش مطلوب منه انه يخبر قيادة الاركان كان فيه تنسيق ما بين جهاز الأمن الفرنسي والجزائري وإلى يومنا هذا مازال موجود التنسيق والتنسيق هذا بدأ من سنة 1984 يعني باش كل الناس على دراية بدأ من سنة 1984 لما الشاذلي أعطى أمر للجنرال كحنعياط قال لازم تفتح التنسيق مع الأجهزة الأمنية الغربية ملي كانت غير مع الأجهزة الأمنية الشرقية الشرقية يعني المعسكر الشرقي الاتحاد السوفيتي رومانيا يوغوسلافيا ألمانيا الديمقراطية كانت موجودة ذاك الوقت العرضية هادو اللي كان جهاز الأمن الجزائري نسق معهم جهاز الأمن الكوبي هادو كان من سنة 1984 ولا التنسيق مع الأجهزة الغربية بما فيهم الـ CIA بما فيهم الأجهزة الفرنسية الأجهزة الإيطالية الإسبانية وروح ذاك الوقت جنرال الحلعيات اختار من الجهازين الفرنسيين يتعامل مع جهاز الأمن الداخلي الفرنسي لا DST Direction de Surveillance du Territoire عوض أن يتعامل مع لا دي جي اس لا ديريكسيون جينيرال دو سيكوريتي اكستيريور وعلاش هذا الاختيار هذا الاختيار تم وهذا كلام قالوا لي جنرال لكح العياط الله يرحمه شخصيا قالوا لي انا شخصيا تم هذا الاختيار على اساس انه
لو يتعامل مع الدي جي اس او، الدي جي اس او ما يعطيلو حتى معلومه على ما يحصل داخل فرنسا، اي معلومه يطلبها يقول له ماهيش من اختصاصنا، ويبقاو هما يطلبوا في المعلومات على ما يحصل في الجزائر. وبالتالي هو يطلب من الدي اس تي كل ما يحب معلومات على ما يحصل داخل فرنسا، ما يقدرش يقولوا لا. بينما لو يكون عندهم طلب خارج الطريق مثلا على ما تقوم به الأجهزة الجزائرية في الخارج، يقول لا هذا ماهوش من اختصاصكم، ما ندركمش. كل يعني شفافية، هكذا كان يعني حسابات. وبالتالي لما كان الكوموندون طارق عميرات في باريس، كان هو المنسق يعني ولا الانترفاس ما بين الجهاز الجزائري والجهاز الفرنسي، كما كان الممثل تاع الجهاز الفرنسي في الجزائر هو اللي ينسق ما بين الجهاز الجزائري الفرنسي في الجزائر. هكذا كانت تم الامور. نفس الشيء مع المانيا، نفس الشيء مع ايطاليا، مع اسبانيا، مع امريكا، هكذا كانت تم الامور. وبالتالي ضباط الامن على مستوى السفارات ما لهم حتى علاقه بقياده اركان الجيش، ما لهم حتى علاقه. الكوموندون طارق بشرها له لانه قال هذا كان مقرب من سعيد بوتفليقه ومقرب من بشير طرطان كذا، ديروا في الحبس، ديروا في الحبس، حكموا عليه مش عارف شحال من عام سجن. ومن بعد لما مات القايد صالح وشافوا باللي السيد راه مظلوم، وزيد هذايا باباه كان احد رجال ثورة التحرير سليمان عميرات الله يرحمه، وكان باباه معارض سياسي للنظام الجزائري، واسس لو ام دي ار Mouvement démocratique pour la révolution algérienne, SO, في سنة 89 لما يعني صار مسموح باش يديروا أحزاب سياسية، كانوا مسمينهم جمعيات ذات طابع سياسي، أسوسياسيون على كاركتير بوليتيك كما جاء في الدستور تاع 89. ولما توفى الله يرحمه، توفى بعد اغتيال محمد بوضياف الله يرحمه، يعني الرجل تأثر باغتيال محمد بوضياف، ولما مشى يوقف أمام التابوت تاع محمد بوضياف أغمي عليهم ليه، رحل إلى الرفيق الأعلى رحمه الله. ولده مجيد عميرات هو اللي خلف على رأس الحزب، وكان المقر تاع الحزب في سكوار صوفيا. بعد مع انه اللعبه الديمقراطيه فزت وتخمدت ووقع فيها داخل حرب اهليه، بدخل في حرب اهليه ومبقاش فيها عمل سياسي، لم يرى ذاب، ومجيد عميرات ما بقاش يعني يذكر في الاخر، بقى يمارس في نشاطه كاستاذ جامعي وجابت يعني على السياسه. اخوه كان في الجيش، اذا لما عاود خرج اسم عميرات، لما طارق عميرات دخل الحبس وعاود خرج 5 جويليه هذه اللي فاتت، ارتقى الى رتبه مقدم، يعني ريابيليتاسيون، عاودوا رجعوا له الاعتبار تاعو، وراهو الان موجود في بوسنيا في لابوسني، كما تثبت هذه الوثيقه هذه اللي تشوفوها. هاي الوثيقه فيها قائمه الدبلوماسيين اللي يشتغلوا على مستوى السفاره الجزائريه في بوسنيا، من ضمنهم دركولا ليوتنون كولونيل طارق عميرات برتبه مستشار، رتبه مستشار.
ومشات الدعايات يقولوا باللي طارق عميرات كلفوه راهو عنده نفوذ داخل مديريه الامن الخارجي وعنده كذا وعنده منا، وراه مكلفوه باش هو يطارد المعارضين في الخارج والصحفيين في الخارج وكذا، وراه وراء حمله ضد عاشور والضاحي. يعني ماشي بدات السيد راه في البوسنيه ما هنا مع محفوظ البوليزاريو اللي هو مدير الامن الخارجي، ولا على مستوى المركزيه الراجل راهو في بوسنيا موجود، وهاي الوثيقه كما قلت تثبت ذلك. وزيد بشفيط نقول يكون عنده تاثير على مستوى مديريه الامن الخارجي وكذا، يزيد يكون عنده خيوط صحاح. الراجل كان عنده خيوط صحاح، ما يدخل حبس ما يدخل الاخر وما عنده هنا. هذا يعطيك عينه على الصراعات اللي راهي موجوده داخل جهاز الامن، لانه جهاز الامن اليوم ما عندوش منسق، ما كانش منسق اللي راه ينسق ما بين جهاز الامن الداخلي والامن الخارجي، كل واحد يغني بغناه وكلهم تابعين تحت وصايه شنقريحه، والشنقريحه ما عنده حتى درايه بالاجهزه الامنيه او بالعمل المخابرات، ما عنده حتى دراية، وراه يدخل في روح في السياسة ولا. واليوم نرجو مثلا على مستوى الأمن الداخلي جايبين عبد الغني راشدي اللي ما كانش تابع الأمن الخارجي وبعثوه كادو الإمارات كملحق عسكري في الإمارات، ويلزم نفرقوا ما بين الملحق العسكري ومسؤول مكتب الأمن تاع السفر. الملحق العسكري مهمته أنه ينسق ويمثل وزارة الدفاع في البلد اللي عينوه فيه، ويلتقي بنظرائه للزطاشميتر تاع الدول الأخرين وينسق معاهم ويلتقي معاهم. وتقريبا يعني الدول ما فيش باستثناء دول كبيره مثلا روسيا امريكا فرنسا المانيا دور فيه دور تاع الملحق العسكري، وكاين يعني تعاون مع هاد الدول هذه. مع الامارات شفنا واش اللي كان، هو انه الامارات جات من الجزائر بقرة حلو انه مثلا الجزائر عوض ان تشري سيارات مرسيدس كوامل تاع مرسيدس وكذا من عند الالمان تروح تشريهم من عند الامارات، لانه الجزائر وصلت لهالدرجه. يعني الجزائر عاطيها شركه تبغوا الكبريت للامارات تسيرها، مواني الجزائر عاطتهم الامارات تسيرهم. حال الامارات بطاشمة قد بطاشمة، واش اطارات عندها؟ واش الاطارات اللي عندها باش يجوا يسيروا لك المواني ويسيروا لك هذا الشركات تاع تبغوا الكبريت اللي فيطت راحوا لها كانت تسير عندها سجاير دخان ماركات الى مصافي وافراز واوراس، كانوا يعني ماركات هوغار وريم. يعني اليوم راحوا كامل زرعه تخدم مالبورو المدرح تحت الرصايد الاماراتيين، وفيها ماكله وشراب. هذه حكايه الاماراتيين بيسيروا في شركه تبغوا الكبريت، يعني تشوف فعلا. فلما تبعث نتايا ملحق عسكري الامارات واش راح نقول لك؟ انه الامارات كان وراء تعيين عبد الغني راشدي كمدير امن داخلي، ما نقدرش نكون يعني نجزم نقول ايه كاينه منها، والممكن كل شيء ممكن مع اصابه ولاد الحرام، لانه ولاد الحرام هادو عندهم بزاف مصالح في الامارات، البنوك فاتحين فيها حساباتهم، عندهم شركات وهميه لهي عندهم ماهم دايرين في الامارات هذه.
ولكن واش كوم عبد الغني رشدي ما عندوش المام بالامن الداخلي يجيبوا 10 ضحايا بعد ما كان تم طردوا من الامن طرد تم من طرف جنرال بشير طرطاق لما استلم مهمه تنسيق تاع الجهاز في يوم واحد طرد 11 ولا 15 جنرال تاع الامن في يوم واحد يعني باش صفها من ضمنهم 10 ضحايا لما عادوا جابوا 10 ضحايا اللي ما عندوش يعني المام كبير وكذا ولا 10 ضحايا خدم في لا ريشيرش تحريات تحريات واشني تاع قال فلان جيبو كذا منا جيب ايا عذبو درك ينطق خاصة في العشرية الحمراء هذيك صرا فيها مسرى عذب الناس وقتل الناس لانه الناس اللي ماتت ومشاو بورتي ديسباريو الى يومنا هذا مفقودين اكثر من نصف تاعهم ماتوا تحت التعذيب في سكنات ديراس اللي كان يشرف عليها توفيق من ضمن الضباط اللي كانوا يشرفوا على هاد المراكز التعذيب كان 10 ضحايا يعني يعتبر عند زملائه في الأمن يعتبرونه مجرم من الدرجة الأولى اليوم كي عادوا جابوه يقول لك محتاجين لشخص كما هذا باش يعذب ويقتل سونز إتا دعم بلا وعي بلا والو ما لا شفع لا رحمة لا شفقة وفي نفس الوقت يقول لك يجيبوه باش يعس جنرال رشدي وهو داير المادة تاع ليه فيديو راح يشك في جنرال رشدي اللي هو اللي بعث لي معلومات يقول لهم لانه المعلومات اللي مدها هشام واحد ما يعرفها موجودة غير في الملف ديالي في الملف ديالو الملف الإداري ديالو كيما نفس الشيء بالنسبة ليوتنون كورونيل اللي غير كيما طلع في السنة شوية هذه دليل حمدي دي توفيق نفس الشيء يعني يقول لك المعلومات اللي جابها وقتاش تخرجت من الجامعة وقتاش ديت الباك ديالي واش من عام زايد وكاش تزوجت وكيفاش لا هذه موجودة في الملف الإداري ديالو صح أنا أطلع على هذه الملفات عندي دي شورس يكثر خيرهم رجال فحولا يعرفوني فحل وناس داخل الجهاز ما همش راضين على الشيء اللي يحصل من طرف الجهاز طبعا يمدوني ومازال ناخذ معلومات ومازال نفتح ومازال لانه واحد كيما هذا يا داري الحمدي من الناس اللي اغتصبوا ولي نقيش ما تقدرش تسكتوا على فضيحه كيما هذه من المستحيل انك تسكت على فضيحه كيما هذه هذه لازمها توصل وين توصل ولازم يدفع ثمنها لا بد من دفع ثمنها اللي عنده معلومة كما هذه يسكت عليها يقولي شريك في الجريمة يقولي شريك في الجريمة لأنه بمعاقبة وملاحقة هذا المجرمين لأنه حمدي دليل رح يجيب أصحابه اللي كانوا معاه رح يجيب أصحابه اللي كانوا معاه رح يجيبهم دونك ذاك الوقت لما هذه يقطعها الراس لما من هنا اذا وصلنا الى حد تقديم ليتنون كولونيل حمدي دليل الى المحاكم الدوليه راح يجيب صحابه لانه لابد ان نوصلوا لها انا الراجل ما نعرفه ما يعرفني ما عندي ما حتى علاقه ماني شاريها له ما موصيني عليه وانا على بالهم بيه يعرفوني ما
واحد ما يوصيني واحد ما يشريني بنشرى ما نتباع ماشي اليوم اللي راح تبدل. وانما كلمات وحق لابد واحد يقولها لما انت معلومات ما تنصب واحد متطوع باش يعطيني كل المعلومات لانه ما حملش انه جهاز الامن الجزائري يتسجل عليه جريمه مثل الجريمه اللي ارتكبت ضد وليد نقيش. ويبقوا الان المحامين تاع وليد نقيش، واذا كان التنظيم السياسي تاع وليد نقيش وما استغلش هذه المعلومه وما رفعش قضيه امام المنظمات الحقوقيه الدوليه يوليو شركاء في الجريمه. وانا امام الجميع اقول راني مستعد نعطيهم كل المعلومات حتى راني اعطيها نديتها، ولكن نزيد نوثق لهم ونمضي لهم بيدي لانه المعلومات اللي نمدها صحيحه 100% لافيلياسيون كومبليت. لانك باش ترفع الدعوه قضائيه ضد واحد لازم تجيب اسمه الحقيقي، اسم يماه، اسم باباه، تاريخ الميلاد تاعو والرتبه والوظيفه. هاميك متوفرين اليوم، راهم متوفرين. لابد من رفع دعوه قضائيه ضده في الجزائر على بالنا ما يديروا والو، ولكن بور لا فورم لازم تترفع. و اذا ما كانش جواب راح ترفع في الخارج بطبيعه الحال امام المنظمات الحقوقيه، وراح نبداو بالتريال في جنيف. الناس اللي يقول لك باللي راهم بفضح هذه الجرائم راهم يحبوا يمسوا في استقرار الجهاز، لا، استقرار الجهاز يتمس بهذه الجرائم اللي تقترف ماشي بفضح المجرمين. المجرم هو اللي يمس استقرار الجهاز ويمس استقرار البلاد، اما اللي يفضحوا بالعكس يحافظ على استقرار البلاد ويحافظ على استقرار الاجهزه الامنيه الجزائريه اللي مهمتها توفير الامن للجزائري وليس تعذيب الجزائري واغتصابه والتعدي على حقوقه وانتهاك حرمته. ربي قد الخير بلادنا، ربي بعد عليها ولا الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.